أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا الأكرم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المشاهدين ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم أجمل ترحيب حيث نلتقي بكم في برنامج أحسن الحديث الذي نسلط الأضواء فيه على قواعد التلاوة القرآنية، ونجيب فيه عن أسئلتكم، ونستمع فيه إلى تلاواتكم، سائرين الله جل وعلا أن ينور قلوبكم بنور كتابه العزيز. محور الحلقة اليوم سيكون مراجعة في سورة الحجر المباركة، ولكن ليس في أولها، وإنما في الصفحة التي بعدها، لأنه في بدايتها أعتقد تناولناه في حلقات سابقة، ولكننا نعود مرة أخرى لبيان ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. هنا بالنسبة إلى الشدة في ربما، هذه ليست أصلية، وإنما جاءت من إدغام التنوين في مبين بالراء في قوله تعالى ألف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما. فعندما أدغم التنوين في الراء شددت هذه الراء جراء الإدغام. ولكن بالنسبة إلى ربما، هذه إذا ابتدأنا بها قد يقول البعض هل يمكن أن نقرأ هذه الكلمة ربما، أو إذا استمعنا إلى قراءتها هكذا هل هذا صحيح؟ نقول نعم، ذلك بقراءة حمزة والكسائي شددوا الباء فقالوا ربما. وأما ربما في قراءة عاصم برواية حفص فهي أيضا صحيحة ونحن نقرأ بها. فهما لغتان مشهورتان بتخفيف الباء ربما وبتشديدها ربما هكذا. وطبعا فيها لغات أخرى مثلا بالإضافة إلى ربما وربما وربتما وربتما هكذا، وربما عندنا كذلك ربتما وربتما هكذا. على كل حال هذه كلها لغات، ولكن اللغات المشهورة هي إما بالتخفيف ربما وهي لغة أهل الحجاز كما قرأ بها عاصم، وأما بالنسبة إلى من شددها ربما فهي بلغات بعض قبائل العرب كقيس وتميم وبكر. إذا نذهب إلى الصفحة 263 للمتابعة إخوتي وأخواتي، نسلط الأضواء على أهم الأحكام في هذه الصفحة وبما يسع به الوقت بالتي تليها إن شاء الله، وأيضا عن صحة الوقوفات كذلك. فهنا في بداية الصفحة قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. هنا يعني لا بد من إظهار الدال في ولقد، ولقد جعلنا بغير قراءة تدغم الدال في الجيم، ولقد جعلنا هنا تظهر ولقد جعلنا. وقفنا على نهاية الآية 16 مع وجود العطف على ما بعدها بقوله تعالى وحفظناها من كل شيطان رجيم. فنستطيع أن نقف على نهاية الآية 16 لأنها رأس آية، أو أن نوصلها بما بعدها بقوله تعالى وحفظناها من كل شيطان رجيم لوجود العطف. ولكن الوقف على وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع، فهنا نقول لا بد من وصل الآية 17 بما بعدها، فلا نقف لوجود الاستثناء. إذن نوصل الآية 17 بما بعدها وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. هذا يكون أفضل. ففي حال وجود الاستثناء لا نفصله عن المستثنى منه، لمتانة الأداء نوصله بما بعده إذا كان في آية أو بين آيتين، وإلا بشكل عام
الوقف على رؤوس الآيات جائز. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. هنا يوجد تعلق بما بعدها، ولكن هذا التعلق معنوي، وهي رأس آية وقفنا عليها. بعد ذلك نستأنف من وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. أما الوقف هنا على هذه الآية فيعتبر تاما، لأن ما بعدها استئناف وبداية جملة جديدة ومعنى جديد. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. يعتبر هنا الوقف كافيا لوجود تعلق معنوي بما بعدها، لأن الله تبارك وتعالى يتحدث عن خزائنه وما ينزله منها. طيب، أيضا هناك أيضا من خزائنه وقدراته، وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. كلمة فأسقيناكموه هذه كلمة طويلة، والحرف فيها يعني تختلف بحركاتها، فللمتعلم لا بأس أن يتهجى هذه الكلمة فأسقيناكموه هكذا جملة واحدة. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. نحيي هكذا بياءين متعاقبين متطرفين في نهاية كلمة نحيي. ولعل البعض يقول هل هي ياء واحدة؟ نقول لا، هي عبارة عن ياءين، نحيي، ولكن رسمت الأولى كبيرة والثانية صغيرة لكراهة اجتماع ياءين متعاقبين بشكل برسم واحد، وإنما رسمت الثانية صغيرة لبيان أنها عبارة عن ياءين. طيب، وقفنا على نهاية الآية 23، لها تعلق بما بعدها معنوي فيعتبر الوقف عليها كافيا. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. أيضا يوجد تعلق معنوي بما بعدها. وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. هنا يعتبر الوقف تاما، لأن ما بعدها استئناف في قوله جل وعلا ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. من حمأ، هكذا إذا وقفنا نقف على الهمزة بالإسكان، ولكن رسمت الهمزة تحت الألف، هذا يعني في خط المصحف، ولكننا إذا كتبنا هذه الكلمة كلمة حمأ فنكتب الهمزة على الألف لأن ما قبلها مفتوح. هنا رسمت تحت الألف فقط في رسم المصحف الشريف لبيان أن هذه الهمزة مكسورة وليست مفتوحة، قد يشتبه البعض. هذا إحدى التعليلات. والجان خلقناه من قبل من نار السموم. الجان، هذا المد هو مد كلمي مثقل، يمد الألف فيه مدا طويلا بمقدار 6 حركات، والوقف على النون المشددة لأن فيها غنة ينبغي أن نعطيها زمن بمقدار 2 حركات. طيب، نذهب إلى الآية الكريمة. على كل حال نوصل حتى لا يختلف السياق، أردنا أن نختصر. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. في الحقيقة هنا تكررت هذه الكلمات ولكن بصيغة أخرى في الآية 28. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. القصة لم تنتهي، فيعتبر الوقف هنا كافيا على نهاية الآية 29، فلا زال الكلام عن ما حصل من
إبليس. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. أوصلنا الآية 30 بما بعدها لوجود الاستثناء، فلم نقف على فسجد الملائكة كلهم أجمعون، وإنما أوصلناها لوجود الاستثناء. إبليس لم يسجد إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. إذا نقف على نهاية الآية 31، وإن كان هناك تعلق معنوي لاستمرار القصة، ولكن نقف لأنها رأس آية، ثم الابتداء بقال في القصة يكون أفضل. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. لاحظوا أيضا نقف على نهاية الآية 32، فبما أن القصة فيها حوار فقال يقول هكذا، نقف ثم نبتدئ. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. لاحظوا كلمة حمأ تكررت 3 مرات، فرسمت الهمزة تحت الألف، هذا بخط المصحف الشريف. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. كذلك هنا وقفنا لأنها رأس آية، وأفضل من أن نوصل في الحوار إنما نبتدئ بقال. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. لاحظوا إخوتي هنا أوصلنا الآية 37 بما بعدها إلى يوم الوقت المعلوم حتى لا يختل السياق، فالله تبارك وتعالى قال له فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، هكذا يكون أفضل. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. أيضا أوصلنا الآية 39 بما بعدها مراعاة للاستثناء، يوجد استثناء هنا. قال هذا صراط علي مستقيم. لاحظوا هنا الله تبارك وتعالى ماذا قال؟ قال هذا صراط علي مستقيم. قد يقرأ البعض علي بشكل آخر بقراءة أخرى أو يستمع لها علي. قال هذا صراط علي مستقيم. قال هذا صراط علي مستقيم، هذا بقراءة يعقوب الحضرمي وهو من القراء 10، ويعقوب قرأها هنا وهو من قراء البصرة، يعني قارئ أهل البصرة في عصره، فهو قرأها علي. قال هذا صراط علي مستقيم، أي هذا الصراط صراط علي، أي رفيع، درجته رفيعة عظيم. قال هذا صراط علي مستقيم، يعني إذا استمع البعض إلى قراءتي هذه الكلمة علي فعن يعقوب، ولكننا كما هو واضح قرأنا برواية حفص عن عاصم، وغير عاصم كذلك قرأها علي. قال هذا صراط علي مستقيم، أي إلي، هذا الصراط إلي لا ينحرف ولا يعوج، فهو مستقيم ليس فيه انحراف ولا اعوجاج. في الحقيقة هنا الحروف المقطعة التي كنا نتحدث عنها بعض الأحيان وفيها مدود في السور القرآنية، هناك حروف مقطعة لو جمعت بعد استثناء التكرار منها فهي 14 حرفا، تجمع بصراط علي حق نمسكه، كم حرف؟ 14 حرفا، منها تمد مدا طويلا كما في ألف لام ميم ألف لام راء إلى آخره، كاف ها ياء عين صاد إلى آخره، وبعضها لا يمد مدا طويلا إنما يمد بمقدار حركتين من الزمن، يعني مدا طبيعيا جمعت في حي طهر. على كل حال هذه صراط
علي حق نمسكه، جمعت الحروف المقطعة فيها فكانت 14 حرفا، يعني نصف الحروف العربية إذا يعني ذهبنا إلى أنها 28 حرفا. فهنا ليس غرابة في ذلك إخوتي وأخواتي. طبعا يعني بعض التراكيب للحروف التي يكون فيها تطبيق لقواعد التجويد فيها معاني، مثلا النون الساكنة والتنوين عند إدغامهما بحروف يرملون، لاحظوا يكون هناك عندنا إدغام ناقص إدغام كامل، ويرملون تعطينا معنى ليس بفتح الميم يرملون وإنما يرملون، كما نقول مثلا يركضون وهي معناها كذلك يعني يهرولون، إذن أعطتنا معنى. لاحظوا عندنا مثلا حروف الدلاقة فر من لب، فر من لب، الجاهل فر من ذي لب، يعني هكذا تقدر أو تعطي معنى، فر من لب حروف الدلاقة هذه تعطينا معنى جاهل أو الجاهل فر من ذي لب يعني من ذي عقل. هنا صراط علي حق نمسكه، هذه الحروف 14 التي تطبق فيها أحكام معينة في المدود وجمعت من الحروف المقطعة في أوائل بعض السور القرآنية تعطينا معنى أم لا؟ صراط علي حق نمسكه، فالصراط كما ورد عن كثير من المفسرين الصراط المستقيم هو علي بن أبي طالب، الإمام علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه السلام. هذا يعني ليس فقط يعني بل عند الطائفتين، يعني في بعض تفاسير الطائفتين، يعني من عندنا مثلا تفسير العياشي من الإخوة السنة، مثلا تفسير الطبري مثلا، حتى بالنسبة إلى شواهد التنزيل للحسكاني، وحتى في تفسير ابن كثير تفسير القرآن العظيم أن الصراط المستقيم ورد أنه تفسيره علي بن أبي طالب عليه السلام. توجد مناسبة أم لا؟ نعم توجد مناسبة، إذا جمعنا هذه الحروف صراط علي حق نمسكه، ورد في بعض التفاسير أن الصراط هو علي عليه السلام، فتكون هناك مناسبة. وهنا لعل البعض يقول هل توجد قراءة أن قال هذا صراط علي مستقيم؟ نعم هذه وردت عن أهل البيت، وكما تعلمون إخوتي وأخواتي أن قراءة أهل البيت موجودة ليس كبقية القراءات مدونة، وإنما في طيات يعني التفاسير وكتب الحديث. إذا نذهب إلى آيات أخرى في الصفحة هذه التي نقرأ بها، طبعا وصلنا إلى قوله جل وعلا قال هذا صراط علي مستقيم، يعتبر هنا الوقف كافيا لوجود تعلق معنوي بما بعدها. طبعا ما قبلها إلا عبادك منهم المخلصين، قد يستمع البعض إلى قراءتها المخلصين، هل هذا صحيح؟ نعم إذا كان وارد في القراءات المشهورة فهو صحيح، وهو بالفعل وارد المخلصين بقراءة ابن كثير، ولكننا نقرأ بالرواية رواية حفص عن عاصم المخلصين. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، يوجد تعلق معنوي أيضا. نقصد بالتعلق المعنوي يعني في السياق هناك اتصال، لاحظوا فهي رأس آية نستطيع أن نقف عليها أو أن نوصلها بما بعدها. وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، لكننا هنا إذا وقفنا على لكل باب منهم جزء مقسوم على نهاية الآية 44 يعتبر هنا الوقف تاما، خلاص يعني ما بعدها استئناف وآية جديدة تتحدث عن موضوع جديد. لاحظوا فلأن الكلام كان عن جهنم فنفصل، لأن الكلام الذي بعده يكون عن المتقين في جنات وعيون، فللفصل بين ما أعد الله تبارك وتعالى لأهل الجنة عما أعد لهم أعد لأهل النار. وقفنا على الآية 44.
إن المتقين في جنات وعيون. فلو أوصلنا، لاحظوا وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. إن المتقين في جنات وعيون هذا ليس صحيح، يعني السياق اختلف هنا، الوصف اختلف، كان الوصف والحديث عن أهل الجنة وهنا الحديث عن أهل النار، فنقف حتى نفصل بين الوصفين. فنبتدئ به: إن المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام آمنين. أدخلوها، ألف الوصل ضمة لأن ثالث الفعل مضموم وهو الخاء، أدخلوها، هذا إذا ابتدأنا بالفعل، ولكننا إذا أوصلنا ما قبله به وعيون ندخلوها يسقط ألف الوصل، إذن ابتدأنا وهو الصحيح، أدخلوها بسلام آمنين، يعني كأنه قيل لهم ادخلوها، هكذا ابتدأنا بها يكون صحيح. طيب: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. يوجد تعلق معنوي، إذن يكون الوقف هنا كافيا على نهاية الآية 47: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. هنا يكون الوقف تاما على نهاية الآية 48، لأن الموضوع اختلف بعد ذلك والحديث جديد عن شيء آخر. نبئ عبادي، ليكون نبئ، يعني الهمزة ليكون تبدل إلى عين، نبئ هكذا، وإنما الهمزة تظهر الهمزة، نبئ 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 عبادي هكذا، يعني بدقة، وإلا الهمزة والعين تخرجان من الحلق، الهمزة من أقصاه والعين من وسطه، فممكن للي مثلا غير متقن قد يخطأ ويقول نبع عبادي، نبع نبع، هذا ما يصير ولا توجد قراءة في ذلك. إذن هذا الفعل الذي هو نبئ نبئ، الهمزة فيها نبرة، خلي إحنا ندقق بها بعدين نلفظ العين ونحققه، نبئ نبئ عبادي هكذا، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. هذا يكفي إخوتي وأخواتي، لأن المحور ولأجل المتابعة يكون في الصفحة 263 من سورة الحجر كما هو واضح في أسفل الشاشة، وبإمكانكم بعد الفاصل إن شاء الله الاتصال بنا لأجل السؤال إن كان في هذه الصفحة أو في بقية قواعد التلاوة والتجويد، فانتظرونا. بين الآخر والآخر. الآخر بالفتح معناه أحد الشيئين، يقول تعالى: فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، ومؤنثها أخرى كما في قوله تعالى: فتذكر إحداهما الأخرى، والجمع أخر كما في قوله تعالى: فمن كان منكم
مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الآخر بالكسر مقابل الأول، وجمعه آخرون ومؤنثه آخرة. واليوم الآخر يوم القيامة، وكذلك الآخرة، والدار الآخرة مقابل الدنيا. يقول تعالى: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إذا رمت الهداية للصواب وإشراق السلام من كل باب، فدونك وحي ربك شح نورا تجلت فيه آلاء الكتاب، تجلت فيه آلاء الكتاب. السلام عليكم أعزائي المشاهدين ورحمة الله وبركاته. نتواصل معكم في برنامج أحسن الحديث، بإمكانكم الاتصال بنا لأجل السؤال في قواعد التلاوة والتجويد. أما التلاوة فلتكن في سورة الحجر المباركة في الصفحة 263 كما هو مبين في أسفل الشاشة، الصفحة وأرقام الاتصال. وفي الصفحة هذه لأجل المتابعة اخترناها للإخوة والأخوات، فلو مثلا البعض أراد أن يقرأ بصفحة أخرى أو سورة معينة وفيها سؤال معين فلا بأس. وأما إذا كان لأجل التلاوة كبقية الإخوة والأخوات المتصلين، ففي هذه الحالة لتكن في الصفحة 263 التي بينا بها بعض الأحكام. وهذه نبئ كما قلنا لكم لابد من إعطاء الهمزة نبرة، لأنه إذا ما أعطيناها هذه النبرة قد تدغم بالعين، سر نبع. وقد يستمع البعض إلى كلمة نبئ نبي، هذا ممكن يعني حصل في قراءة من القراءات فأبدلت الهمزة إلى ياء، كما إذا قلنا مثلا نبي النبي هكذا، ممكن هي في الأصل نبي صارت نبي، كذلك النبيين في الأصل نبيين. هنا نبئ وإن كان الموضوع ليس اسم نبي وإنما هو فعل، أيضا تبدل الهمزة أو أبدلت الهمزة إلى ياء في قراءة صارت نبي. أبو محمد البصرة معنا، سلام عليكم أبو محمد. سلام عليكم. ألو. نعم أخي أبو محمد، حياك الله تفضل. السلام عليكم أبو محمد، أنت معي على الهواء. أرجو من الأخ أبو محمد وبقية الأخوة والأخوات حال الاتصال اسمعونا من الهاتف حتى يكون الصوت واضح. عليكم السلام ورحمة. أهلا ومرحبا أبو محمد، عندك مشاركة أم سؤال؟ أبو محمد أنت معي أم لست معي؟ ذهب أبو محمد، بإمكانه الاتصال بنا مرة أخرى. نعم إخوتي وأخواتي حال الاتصال ينبغي أن يكون من خلال الهاتف وليس التلفاز حتى يكون الصوت واضح. نعم، فكما قلنا لكم أن نبئ قد يستمع البعض إلى قراءتها نبي وهو فعل أيضا، ولكن أبدلت الهمزة إلى ياء. من صلاح الدين معي الطفل حيدر. سلام عليكم حيدر. سلام عليكم. أهلا أهلا حبيبي، الله يحفظك. سلام عليكم يا أخي سجاد. نعم، ماذا تقرأ؟ أقوى البحر.
من أين أبتدئ؟ الصفحة 263 من بداية الصفحة، ولقد جعلنا في السماء بروجا. نعم نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم. إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. نعم. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. نعم. آخر آية حيدر، آخر آية. وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له بخاسرين. ما شاء الله حيدر على هذه التلاوة. حيدر هذه تلاوة جيدة جدا، موفق موفق إن شاء الله. شكرا لك. شكرا. في أمان الله وحفظه. نعم. أخ حيدر أيضا يتصل بنا، شنو اسمه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. شنو اسمك حبيبي؟ سجاد. سجاد ما شاء الله، تفضل أكمل. أبدأ من سجاد شلون؟ لا اقرأ من وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. نعم. الآية 21. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني بإذن الله لا خزائنه ولا نزلناه. سجاد وما ننزله. نعم. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر. نعم. وأرسلنا. نعم. سجل. أرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا إلى السماء ماء فأسقيناكموه. نعم. وما أنتم له بخازنين. نعم. وما أنتم له بخازنين. نعم. سجاد آخر آية. سجاد آخر آية. وإنا لنحن نحيي. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. ما شاء الله. أيضا سجاد تلاوة جيدة، موفق. ما أجمل أن تكون العائلة كلها تقرأ القرآن ويعلم بعضهم بعضا. أم محمد معي من البصرة، سلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام أختي، أهلا ومرحبا. نعم تفضلي أم محمد، أكملي من الشيطان الرجيم. من ولقد علمنا المستقدمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمإ مسنون.
خلقناه من قبل من نار السموم. آخر آية أم محمد حتى نعطي مجال لأب محمد. أحسنتي أم محمد بارك الله فيك. ما شاء الله. الآن أبو محمد معي. السلام عليكم. حياك الله أخي أبو محمد تفضل. آخر آية التي بعدها حتى يكمل الحوار. أبو محمد شكرا لك موفق. يعني لو أكملها بي: قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. نعم إخوتي وأخواتي، تلاوة جيدة. أبو محمد وأم محمد كلاهما تلاوتهما جيدة، الله يوفقهم إن شاء الله. لا بد أنه بعضهم يعلم بعضا، وربما هي اللي علمتها وهو اللي علمها، فهكذا تتعلم العوائل من بعضها. أحمد من الموصل معي، سلام عليكم. سلام عليكم أستاذ علي. وعليكم السلام عزيزي أحمد، أهلا ومرحبا، تفضل. الله. الله يحييك أحمد. إلى كل المخرج وصل سلامك ولكادر العمل. موفق. السورة، سورة الحجر المباركة، من بداية الصفحة: ولقد جعلنا في السماء بروجا، صفحة 263. نعم. نعم إن شاء الله. وإنا لنحن نحيي وإنا لنحن نحيي ونميت. نعم لا بأس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. نعم. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. وإن ربك هو يحشرهم. إنه حكيم عليم. صدق
خلق الله العظيم. ما شاء الله أحمد على هذه التلاوة، شكرا لك موفق، تلاوة جيدة، الله يوفقك إن شاء الله. نعم إخوتي وأخواتي، بإمكانكم الاتصال فيما تبقى من الوقت لأجل التلاوة أو السؤال، وكذلك لمن يرغب تصحيح سورة الفاتحة والسور القصار الاتصال بنا حتى تصح في الصلاة أيضا. نعم، وهنا والجان خلقناه من قبل، يعني الألف كما بينا يمد مدا طويلا بمقدار 6 حركات، وهذا المد لازم كلمي، مد لازم كلمي مثقل، لأن السكون الذي بعده مثقل يعني مدغم بما بعده. نعم، هذه النون هي مشددة كما هو واضح، وتحتاج إلى زمن بمقدار 2 حركات لوجود الغنة. لاحظوا، فالزمن الذي نعطيه للألف اللي هو 6 حركات بالاتفاق يختلف عن زمن الغنة، أيضا ينبغي أن نعطيها زمن بمقدار 2 حركات أيضا. من كربلاء أبو محمد معي، السلام عليكم. السلام عليكم، اسمعنا من الهاتف أبو محمد. أبو محمد سلام عليكم. نعم أبو محمد سلام عليكم. أهلا ومرحبا. الله يحفظك أبو محمد، شنو عندك سؤال أم مشاركة؟ أنت تتكلم معي؟ انقطع الاتصال، بإمكان الأخ أبو محمد أن يعاود الاتصال ويسمع من الهاتف حتى نسمعه جيدا. طيب، فهنا كما بينا أن النون إذا كانت مشددة فقط، والميم كذلك إذا كانت مشددة كما في اليم هكذا إذا وقفنا عليها، نعطيهما زمن بمقدار 2 حركات لوجود الغنة. أما بقية الحروف المشددة فلا نعطيها زمن بمقدار 2 حركات. البعض يقول كل حرف مشدد نعطيه، هذا غير صحيح، لأن بقية الحروف ليس فيها غنة. أبو ضياء من بلد معي، السلام عليكم. أبو ضياء السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا، تفضل تفضل. نعم أستاذ، عندي مشاركة وسؤال. السؤال أولا، أن شجرة الزقوم. نعم، أعد السؤال أبو ضياء، الصوت مو واضح. أن شجرة الزقوم طعام الأثيم. نعم نعم، هذا السؤال، شنو السؤال يعني شنو بيه؟ أستاذ السؤال، شجرة الزقوم بالكاف طويلة، صحيح، وفي حين هذه الكلمة الوحيدة في القرآن وفي سورة الدخان. نعم، في الكاف طويلة، يعني شنو السبب؟ السبب أبو ضياء أنه شجرة إذا أضيفت تكتب بالتاء الطويلة، إن شجرة الزقوم، يعني أضيفت إلى الزقوم، لاحظ. وإذا وقفنا عليها لابد أن نقف عليها بالتاء، ولكن إذا كانت مثلا في بعض الموارد هذه التاء مربوطة مدورة يعني نقف عليها بالهاء. نعم، التلاوة ليكن ذلك في الصفحة 263. أبو ضياء اقرأ لنا من قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، الآية 26. نعم 263. نعم نعم 263. نعم يا آية أستاذ، الآية 26: ولقد خلقنا الإنسان. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. نعم. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته ونفخت
الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. آخر آية. قال يا إبليس ما لك أن لا تكون مع الساجدين. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال. نعم أبو محمد أو نعم هو كان معي أبو محمد عفوا أبو ضياء عفوا أبو ضياء هنا إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. هذه المدود تحتاج إلى زمن واضح، وأوصل الآية 30 بما بعدها، وعندنا بالنسبة إلى يعني كان يحتاج عندنا أيضا الآية الكريمة. نعم قال يا إبليس أيضا، هذا المد مد منفصل صحيح لكن هو من المدود الطويلة. شكرا لك أخي أبو ضياء، موفق إن شاء الله، في أمان الله وحفظه. نعم إخوتي وأخواتي بإمكانكم الاتصال بنا فيما تبقى من الوقت. نعم ولكن يظهر أنه لم يبقى عندنا وقت إلا القليل، وكنا نبين أهم الأحكام في سورة الحجر المباركة والوقوفات أيضا، واستمعنا إلى تلاوات جيدة بشكل عام. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق للجميع، وكما قلنا أن تعليم القرآن مهمة رسالية، خيركم يعني أخيركم من تعلم القرآن وعلمه. الأب يعلم زوجته أو هي تعلمه إذا كانت هي أحسن منه، وكذلك يعلم الأبناء والأبناء مع بعضهم والأصدقاء مع بعضهم. هذه هي مهمة إيمانية ومهمة رسالية. وكذلك لا ننسى أن قراءة القرآن الكريم كفيلة بخلق الاطمئنان وخلق الراحة النفسية والأمن كذلك، ومجلبة للرزق بشكل عام، يعني ليس فقط الرزق المادي وإنما كل أنواع الأرزاق المعنوية اللي منها أيضا الأمان والاطمئنان وغير ذلك. ولأن القرآن الكريم يعني من ألوان إعجازه هو أنه يؤثر على الآخرين بشكل عام، يعني الإعجاز التأثيري في القرآن الكريم موجود ليس فقط على الإنس بل حتى على الجن وبقية الحيوانات والجمادات. لاحظوا يعني الله تبارك وتعالى عندما يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لاحظوا وكذلك الجن عندما يقول تبارك وتعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. كل الموجودات هذه تتأثر بالقرآن الكريم كنص كصوت يعني كل هذه الموجودات كما يظهر إخوتي وأخواتي. شكرا لكم، نلتقي بكم إن شاء الله في حلقة قادمة. تقبلوا تحياتي وتحيات إخوتي في كادر العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.